ادي مثلا نبص على الكونكشن. ادي الكلام مثلا عندي متركب على البوش من فوق بتاع المحول، تمام. ادي الطرفين اهمت، طرف يعني مثلا الكلام ده في طرفين، طرف انجكشن وطرف او طرف سورس وطرف ريفرنس، تمام. وادي الشيل، تمام، هينزل مفروض بطول البوشن، تمام، ويتوصل عندي الجراوند، اقرب جراوند ليه، تمام، اقرب جراوند، اقرب نقطه، وانا واثق ان النقطه دي جراوند ابتدي اوصل فيها، تمام. بيت السلك اهوت انا مش مستخدمه، انا مستخدم الجزء ده بس اللي هو يعادل ارتفاع او طول البوشن بتاعي، تمام. النقطة دي مهمة، إنها لو ما اتعملتش صح تبتدي تبوظ شكل الكيرف. أدي مثلا ده نيوترال سلك واحد بس هو ده اللي هو الميجرمنت، تمام. وعندي أدي الشيلد بتاعي من أول لم لغاية نهاية أو أقرب نقطة جراوند. في نقطة مهمة، لو الشيلد ده أحيانا بيكون معزول عليه مثلا طبقة عزل، تمام. لو طبقة العزل دي اتاكلت او حاجه زي كده، المفروض ان الشيلد ده ما يلمس المنطقه دي، ما يلمس المنطقه اللي هي الكوندكتور بتاع البوش، لان لو لمسه كانك حطيت جراوند هنا، تمام، وبالتالي الميجرمنت اصبحت صفر. فناخد بالنا ان الشيس ده الجراوند ده ما يلمس البوشنج هنا، تمام، او ما لمست كوندكتور البوش ده. بالنسبه هما كابلين زي ما قلنا، الكابل الاولاني عباره عن اثنين كور، كور خاص بالانجكشن وواحد خاص بالريفرنس، والكابل الثاني خاص بالميجرمنت. بس ده توصيله الجهاز ببساطه جدا، تمام.